اس عشق میں مر جاوا. عم اقول لك انه مستحيل يصير لها لاروهي شيء. العالم اللي بترتكب الخطايا ما بتعرف انه في شخص رح يدمر هالخطايا. لو كنت بخاف من الموت ما كنت وقفت قدام شخص شرير مثلك. هربي. هالشي بيعني إن سوناندا أو حتى شو ما كان اسمها هي كمان متورطة معهم بكل شيء. ما عم صدق كم وش في لهالعالم اللي عم تمرق عليه. لك شوفك شو صار لك، ايديك احترقوا، الزيت عم يغلي. بشو كنت شاردي خبريني؟ وانت عم تطبخي ما لازم تشردي بأي شيء، لازم تنتبهي على شغلك والا بيقلعوكي من هون بعدين. ما مو معقول، لأنه الصراحة يا مهراج أنا عندي حالة مرضية مشان هيك أنا ما بحس بالوجع بالمرة. ما بعرف إذا إيدي انجرحت غير لحتى أشوف الجرح أو شوف الدم. شو هالبنت الغريبة هي؟ لازم خلي عيني عليها شي كم يوم. تركيهم ما في داعي تقليهم، حطي مي باردة على ايديك، لازم يهدى الحرق يا بنتي والا رح يلتهب. يلا روحي بسرعة لشوف، يلا شو قاعدة تعملي؟ روحي. شكرا. يا كيسري يا بنتي جيبي الأكل اللي عملناها مشان الفطور بسرعة. ايه يلا جاية. تفضلوا. استني شو هاد؟ مهراج انت لسه ما خبرتها عن قواعد وقوانين هالبيت؟ سامحيني مامي جي، هي جديدة هون ولهيك يمكن غلطيت، وهي ما بتعرف القوانين اللي متعامل فيها هون. أنا صراحة ما كنت بعرف إني غلطت باللي عملته. أنا آسفة كثير لأنه هيك عملت. رح سامحك بس ما لازم يصير أي غلط من هلا وطالع. أنا رح أشرح لك. قوانين هذا البيت ممنوع ينمد الأكل على الطاولة إذا ما الكل كان موجود، فهمتي؟ طيب ماشي. وينها تارا؟ ليش ما اجت لهلا؟ تارا! ليكني هون. بصراحة ديب بده ياخذني على موعد اليوم ولهيك كنت عم جهز حالي. صباح الخير حبيبي. صباح النور يا حياتي. تعي. قدير يبارك عيلتي على طول ويبعت أيام حلوة للكل ويوفقهم كلهم. هلأ مد الأكل. يا قدير ديب شو صار بهداك الوزير؟ طالعوه من مشكلته؟ وكيف رح يساعدنا إذا ما بتساعده؟ اللي بعرفه أنه رافعين دعوة فساد على الوزير. أنا حكيت مع رئيس قسم مكافحة الفساد وطلبت منه موعد، وأكيد هو رح يسمع مني وكمان رح يسكر هي القضية. ماشي ديب. إذا في عندك اجتماع كيف بدنا نطلع سوا أنا وأنت؟ حياتي هذا الاجتماع كتير مهم، منبقى بنطلع سوا بعد ما يخلص هذا الاجتماع. أكيد أكيد. إذا العالم بدها تحب لازم تحب مثل ديب وتارا.
ما تغيروا بالمرة من وقت اللي كانوا صغار، والعالم بعد الزواج ما بيضلوا رومانسيين، بس هالجوز لساتهم. وانت رجعت تزوجي مرة تانية رح تحسي حالك صبية. ايه يلا اضحكوا قد ما بدكن، هالضحك ما رح يستمر كتير. هلأ لازم ضل حواليكن كرمال أعرف نقاط ضعفكن، كرمال أقدر أهجم عليكن بالوقت المناسب. ايه استاذ شندي، شو كنت عم تقلي؟ إنه رافعين دعوة فساد على الوزير وما رح تتسكر. شندي لشو كل هالمصداقية هي؟ اسمع مني وسكر هي القضية لو سمحت. الملف ما رح يتسكر، الوزير الفاسد لازم ينحبس. نحن هذا اللي ما بدنا إياه. قلي مين الشخص اللي اشتغل بمصداقية من قبل واستفاد؟ اسمع مني وسكر القضية وانت رح تكون كتير مبسوط، وكمان نحن رح نكون كتير مبسوطين. اسمعني، خلي هاي الشنطة معك، انت شو مفكر؟ انت رح تقدر تشتري كل شي بالمصاري تبعك؟ شو له داعي هالتفكير؟ بالنهاية المصاري هي كل شي، تقدر تشتري كل شي بالمصاري، الحب والحياة، الفرح والحزن وكل شي. انا هلأ فهمت، لكانديب هو اللي ممشي الشغل بهذا البيت وبرات البيت كمان، ما حدا شكله بيعرف كم وشفي عنده ديب راسينج. ديب خلصت؟ إذا بتريد يلا تأخرنا كتير. إيه حبيبتي، لا مالنا مطولين رح نخلص. ما بعرف إمتى ممكن يخلص هالحديث، شو من شان إني عمل هلأ؟ يلا خلصنا. اللي بدك يا ما رح يصير بنوب، عم تحاول ترشي الشخص الغلط. إذا بدك تضغط علي أنت بتعرف شو رح تكون العواقب، رح يكمشوك الشرطة بتهمة وهي رشوة شخص مسؤول، وسمعت عيلتك رح تصير بالأرض، فلازم تفكر منيح قبل ما تعمل هيك شيء. ديب خلصت؟ تارا إذا بتريدي استني. أنت شو بدك من عيلتي أستاذ شندي؟ لازم تفكر بعيلتك. أنت في عندك بنت بتروح على المدرسة كل يوم الصبح، وزمننا عاطل كتير. أنت بس تخيل إذا حدا بيخطفها وقتها شو رح يصير؟ استنى؟ أنا لازم استنى؟ هذا المسؤول ما بيقدر يستنى؟ شو هو أهم مني يعني؟ عصبتي هلأ؟ خليني أشوف كم وش في عندك. أنا بورجيك أنت والمسؤول تبعك. انتي لك انتي كيف تتجرأي توقعيني هيك؟ انتي عمية وما بتعرفي تشوفي منيح وتمسحي الارض؟ زحطت بسبب غلطة منك. انتي بتعرفي قديش حقه لهذا الفستان؟ بدي اقتلك، بدي اقتلك واخلص منك. انتي لازم تدفعي ثمن هالغلطة. انا بورجيكي. ديب تارا ما بصير، ما لازم ترفع ايدك على الفقرة. شو لكان انت هامك الفقرة والوزراء بس مو هامتك مرتك. طيب ما بقى بدي اطلع معك لمحل. ماشي، خلي الفقرة والوزراء تبعك ينفعوك. بعدي هيك تارا، تارا اسمعيني شوي. تارا، تارا. واحد كذاب ومحتال، قال عم يتعاطف مع الفقراء، قال
كل هالعيلة عبارة عن كذابين وعالم بوشين، كل واحد منهم لابس قناع شكل على وشه، وأنا اللي بدي أكشفهم كلهم على حقيقتهم. يا كيسري، بدك شبك على طول شاردة؟ معقول؟ بدك تضلك تنطفيهم كل النهار؟ لازم تشتغلي شي تاني. يلا روحي على غرفة الأستاذ، شوفي قديش عم كركبي هنيك، يلا روحي. أروهي أنا بحبك. أروهي خليكي قوية، خليكي قوية، ما لازم تستسلمي بسرعة. أنت كيف بدك تاخدي بتارك إذا رح تضعفي؟ وكيف بدك تدمري هالوحوش؟ ما لازم تسمحي لحالك إنك تستسلمي. أنا لازم أسألون وين مرت أخي وين ابن أخي، لازم أعرف إذا عايشين أو ميتين. أنا ما لازم إني استسلم بالمرة، لازم أعرف، لازم لاقيه وأتأكد إنهم لساتن عايشين. خلاص أنا لازم أكون قوية، ما بدي استسلم. أنا كتير آسف كيسري، ما شفتك. ارجعي بعدين ونطفي هي الغرفة، لأنه أنا لازم غير تيابي. إيه مامي، جي ديب، انزل لتحت فورا. طيب ماشي، يلا جاية فورا. تارا عم تبكي يا ديب؟ انت بتعرف اني ما بتحمل شوف دموع بعيونها. انتو شو صاير بيناتكم؟ الصراحة مامي جي، انا كنت عم احكي مع شندي. مو فارق معي اذا كنت عم تحكي مع شندي او لا، ما لازم شوف دموع بعيونها لتارا. ما عندي غير هالحكي، انت وعدتني، متذكر؟ وعدتك رح خلي تارا تضل مبسوطة لو بأي تمن، وإذا صار معها أي مشكلة أنا لازم واجهها وساعدها لتارا. لازم خاطر بحياتي كرمال خلي تارا تضل مبسوطة، وهذا اللي أنا عم أعمله، بس ما رح خلي أي دمعة تنزل من عيونها.
واو، أنا مبسوطة لأنك متذكر الوعد اللي وعدتني إياه يا ديب. حبيبي، أنت بتعرف إنه ضروري كتير نخلي تارا تضل مبسوطة. تعذبنا كتير حتى عالجناها، وأنت شاهد على هالشي. أنت شاهد قديش تعذبنا وخلينا أروهي تتعاقب على جرائم تارا. نسيت هالشي؟ يا ترى كل هالشي كان سهل علينا يا ديب، وتعذبنا كتير لحتى قدرنا نسيطر على وضعها. غلطة واحدة منك رح تخرب كل شي نحن عملناه، فهمت؟ هالبيت اللي انت فيه في عالم كتير مهم بتجي لهم تترجاك لتساعدها، وكل هالشي اللي قدرنا عليه واللي وصلنا له كمان لأن عرفت كيف سيطر عليكم منيح كلكم ما عدا شخص واحد بس، وهي بنتي تارا. مسؤولية سعادتها بين إيديك أنت يا ديب، وشوف أنت كيف غلطت. لا مو معقول، هالشي بيعني إنه تارا بتكون بنتها؟ لكان ديب مين بيكون؟ إذا بتنزل دمعة واحدة من عيونها لتارا ممكن تغير لنا كل اللعبة، ورح ينفتح الباب اللي قفلناه من بعد عذاب ومشاكل كتير كبيرة يا ديب. رح ترجع تمسك سكين مرة تانية وقلي هلأ أي أروهي رح تجيب أنت هاي المرة كرمال تغطي على كل جرائم تارا. أنت بتعرف شو يعني هالشي صح؟ هالشي بيعني أنه هذا البيت وهي العيلة وكل القوة يلي موجودة بإيدينا وكل هذا الشي رح يتلاشى ويصير رماد، وهذا كله ذنبك أنت. أنت فهمت كل الحكي يلي أنا قلته يا ديب؟ إيه ديب، شو صاير لك؟ بلشت أنت تنسى مثل أختي؟ شو نسيت إن لمتك من الشارع وقت اللي كنت ولد يتيم وعملتك ملك لهذا القصر؟ ديب انت نسيت بشو وعدتك؟ ما بعرف شو بدي احكي. سكتي! ديب بيكون يتيم؟ كم سر لسه بده يبين معي وما بعرف؟ ديب كان يتيم بس هلأ ما عاد يتيم وبعز علي أكتر من بنتي يا مايا. هو سهر هذا البيت، هو زوج بنتي ومن حقي إني أنا عاتبه، بس أنا ما بسمح لأي حدا من هالبيت إنه يطلع بعيونه. فهمي هالشي؟ أنا كنت بس بدي أقول. مايا، عم بتقولي إني لميته من الشارع، وإنتي كمان كنتي بالشارع بتتذكري؟ ما أنت متذكرة؟ بدك ياني عدلك وذكرك شو صار من 15 سنة؟ أنا عطيتك محل تقعدي فيه بهذا البيت بس لأني أنا شفقت عليك كتير يا مايا. أنت سكرانة ولا شو؟ لك أنت كيف بتسترجي تقاطعيها للمدام؟ شو مشكلتك؟ خليك على الساكت. أنا متأكدة إنك ما تضايقت وزعلت من كلامي أبداً. أنت بتناديني يا أمي، ومن حق الأم تعاتب أولادها، وبعرف إنك حامل مسؤولية كتير كبيرة، بس أنا واثقة إنك رح تكون قد هاي المسؤولية الكبيرة. خليك مبسوط وخلي بنتي تضل مبسوطة.
بفوتي على هذا البيت عم بعرف كل الأسرار واحد ورا الثاني. ديب راج سينغ، جهز حالك لأول هجوم مني. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.